معانا الصحفية اللي عملت اللي صورت الفيديو لايف، أميرة. ازيك أميرة عبد الحكيم؟ أهلا وسهلا بيكي يا أميرة. ده اخبار حضرتكم ايه؟ واستاذه سهير مساء الخير عليكم جميعا. مساء الفل. انا احكي بس لنا ايه اللي حصل يا أميرة. انا قبل ما ابدا تفاصيل الواقع، انا عايزه اقول لك حاجه، ان لعن الله قوم ضاع الحق بينهم. انا لما شفت البنت بتتضرب انا حطيت نفسي مكانها، وانا بفستان فرحي طبعا وبتضرب وبتهان كده في الشارع، اكيد هحتاج يعني عون ومساعده من كل اللي حواليا او من اي حد كان غريب او قريب، وخصوصا لما نحتاج مساعده من شخص علشان يحميني من شخص المفروض هو شريك حياتي اللي انا هروح معاه كمان ساعتين زي ما حضرتك بتقول. يعني لا، الفكره ان الموضوع اللي حاول يتكلم في الموضوع عكس، قال لك ان انت بتسعي ورا ترند وان ده مش حقيقه. في حقيقه الامر انا هخش في الموضوع ثانيا يا اميره. انت انا قلت ان انت كنت واقفه، انت واختك كنت في بيوتي سنتر تاني مظبوط، لما سمعتوا الموضوع، اعتقدتوا ان العروسه مغمى عليها مش بتتضرب. ده في البدايه احنا شايفينها من دور علوي كده، فهي مرميه في الشارع بفستانها بقى جيبونه كبيره كده زي ما انتم شفتوا، ومرميه وجنبها عربيه بتتفتح وبتحاول ان هو يتشال، فانا فاكره ان هي بتقع منه يعني عشان مش قادر يشيلها او حاجه. ففضلنا شويه لحد ما لقينا ان كل اللي بيقرب منها بيتزق وبيتضرب وبيتشتم، والبنت اللي هي اخت العريس اضربها شتمها دي كذا دي كذا بالفاظ اخت وحشه جدا العريس في كمان الشارع. بتزود النار مش بتهدي. عيب يا اخويا، دي عروسه دي مراتك. لا لا خالص، ده هي اللي بتشتم وبتضرب وبتزق أنا شايفة وكل أميرة الكلام ده. كم الناس اللي موجودين حواليكوا في الشارع دول، مين؟ من فين دول المرة أهلها؟ احنا كنا في موجودين في منطقة اسمها السلطان حسين، هي تعتبر منطقة تجارية في قلب محافظة إسماعيلية، كلها محلات كلها مولات كلها دي تي سنتر، محدش من فكلها الناس الكتير دول اتدخل عشان بصي ينقذ احنا البنت؟ كنا من خلال كام شهر انتقدنا حادثة وقع الدبور اللي ذبح ضحية في الشارع قدام الناس، طب وانا لما انا هسألك سؤال، فين اهلها في الصور؟ فين اهلها؟ اهلها ما كانوش موجودين، هي كان معاها بنتين، واحده عشرينيه كده وبنت تانية 10 سنين، بيصوتوا يشدوا اي حد من الشارع ينقذها، والنبي ما تخلوش يضربها والنبي ما تخلوش ياخدها. اختي نزلت، انت بتعمل كده ليه؟ طبعا هو بيهاجمها واخته بتهاجمها ومالكيش دعوه انت. انا اميره سريعا، انت اللي قدرتي توصلي للعروسه وهي في العربيه بعد ما اتسحلت، وهو انا شايفين في الفيديو، بس الفيديو مش هنقدر نعرضه لان المناظر اللي فيه قاسيه جدا، دخلها العربيه فانت قربتي منها. ممكن تحكي لي الحوار السريع اللي دار بينك وبين العروسه؟ انا قربت من العروسه، لقيت الميك اب بتاعها كله سايح، ضوافرها متكسره ومتقطعه على الفستان، طبعا فستانها كله متبهدل. فقلت لها حبيبتي انت كويسه؟ شاورت لي بعينيها، طب محتاجه حاجه؟ قالت لي انا عايزه اروح. قلت لها انت تروحي معايا يعني؟ قالت لي انا عايزه اروح عند اهلي. قلت لها طب احنا دلوقتي طالعين على القسم عشان نعمل بلاغ، والشرطه اصلا اوريدي وصلت، الحقيقه كان استجابتها سريعه يعني، هتعملي بلاغ؟ لا انا عايزه اروح بيت اهلي. وهو طبعا بيحاول يعني، هي هو مش عارف كانت منهاره نفسيا ولا هي كانت طبعا بتحاول جدا. تتماسك؟ لا لا منهارة تماما، ده هي الصويت كله كان منها، انا كنت فاكرة ان الصويت من اللي حواليها منها، وبتصوت وشايلة فستانها يا عيني من كركرة. كسرت خاطر غير طبيعي. بشكرك، ميرسي ده جدا هو يا اميرة. كده معلش احنا كأنه قتل روحها، روحها طبعا يعني روحها اتقتلت. لا